تاريخها جميلة جدا، ديال المدافعين اللي عندهم تجربة المعلم. تبادل كروي الشريتي تيبغيو الأعصاء ديال فريق الرجاء. كوكو عند سمير باركويت لاعب عجيب بمفرده، باركويت يطلب مساندة، غادي مرة خطرة محاولة، هدف لغدا، هدف ثاني ديال الصناجي حسام الدين الصناجي والمتألق كرة دائرية with the beast is back, sure, yeah.
urge to lead this pack. Yeah, I'm ready for war. Yeah, I'm ready for all. Hellfire when I fire, I'm deleting your dogs. Even if we had agreements, I'm deleting the claws. To my grave, throw grenades if I fall, they fall. سيرديا يحاول سيرديا يمرر سونغو هدف سونغو بطريقة لاعب الكبار يضيف هدف ثاني بطريقة لاعب الكبار سونغو يضيف هدف ثاني ربح كبير لفريق الرجاء هذا اللاعب وإذا بغينا نقولوا بنقطة الكرة في الخدمة كانت اللاعب سيرديا المؤشرات توحي بأن الرجاء فائز لا محالة لم تخب الظنون ووفت الرجاء البيضاوي بوعدها للجمهور وانتزعت كأس عصبة الأبطال الإفريقية من مخالب فريق جولد فيلز العتيد فبعد تتويج وهران عام 89 أمام المولودية المحلية تحيي الرجاء عهدا جديدا وتصنع مجدا آخر يليق بمستواها كفريق متمرس ومدرسة متطورة التتويج لم يكن سهلا لكن كل شيء يهون بالعزيمة والرغبة في الانتصار Je suis très content, j'ai pas le mot pour exprimer comment je suis content de cette victoire et je peux vous dire je suis fier de mes joueurs qui s'est bâti comme Lyon. Il mérite largement ce trophée. فوز الرجاء بهذه الكأس الثمينة هو فوز لكرة القدم المغربية واستنهاض لحماس جامح ما أحوجنا إليه في مونديال فرنسا